السلام عليكم متابعي قناة المعلم، مرحبا بكم في هذا الدرس الجديد الذي سوف نتعرف فيه على درس أو حرف الحاء. حرف الحاء بطبيعة الحال هو يشبه في الحروف حرفي الحاء الخاء والجيم، غير أن حرف الحاء لا يحتوي على نقط عكس الحرفين الآخرين. نتعرف على حرف الحاء في هذه الصور والكلمات المرافقة لها. مثلا في الصورة الأولى نلاحظ حرف الحاء، وهذه الصورة تمثل حبوب، إذن حبوب، حبوب، حبوب. الصورة الموالية تمثل ماذا؟ تمثل حافلة، إذن حافلة، حافلة. الصورة الثالثة عبارة عن ماذا؟ حذاء، إنه حذاء، إذن حذاء، حذاء. ثم في هذه الصورة هناك مجموعة من الحروف التي تمثل حرف الحاء، إذن مثلا هنا إذا أضفنا إليه فتحة يصبح ح ح ح ح، ثم هنا ح ل وحلوى، ثم حو 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 حو، ثم هنا حو بو بون حبوب. إذا لدينا ح ح ح ح، حلوى، حو 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 حو، حبوب. ثم هنا حي 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 حي، حذاء، حذاء، حذاء. ثم هنا إذا أضفنا إليها السكون تصبح ماذا؟ أح أح أح، ثم هنا بح رون، بح رون. إذا نعيد ح ح ح ح، حلوى، حو 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 حو، حبوب. حي 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 حي، حذاء، أح 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 أح، بحر. لاحظوا معي هذه الصورة ماذا تمثل؟ تمثل قطا. ثم هذه الصورة ماذا تمثل؟ تمثل أرنبا. ثم الصورة الثالثة عبارة عن ماذا؟ خروف، إذا عبارة عن خروف. إذا جمعنا هذه الثلاثة فهي عبارة عن حيوانات، إذا حيوانات. ثم في هذه الصورة الموالية ماذا ترون؟ إنه ماذا؟ إنه حمار، حمار. ثم الصورة الموالية عبارة عن ماذا؟ عبارة عن حوض، إنه حوض. ثم في هذه الصورة الموالية لاحظوا هناك أشجار، هناك ألعاب للأطفال، إذن فهذه عبارة عن ماذا؟ عبارة عن حديقة، إنها حديقة، إذن حديقة، حديقة. إذن قلنا ح يا و نا تن، ثم حي ما رون، حمار. ثم هنا قلنا ماذا؟ ح او حوض، حوض. ثم هنا حديقة،
حديقة حديقة. إذن فالصورة الموالية تمثل حديقة تمثل حديقة. إذن عفوا أريد أن أضيف هنا ضمة. إذا حديقة. الصورة الموالية ماذا تلاحظون في هذه الصورة؟ هذه الصورة عبارة عن ماذا؟ عبارة عن حليب. إذا حليب. ثم الصورة الموالية، الصورة الموالية عبارة عن ماذا؟ عبارة عن حصان. إذا حصان 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 حصان. ثم هذه الصورة ماذا تمثل؟ ها تمثل حقنة. إنها حقنة 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 حقنة. ثم هذه الصورة تمثل حلوى. إنها حلوى. نحاول أن نشكو هذه الكلمات. إذا لدينا ح لي ثم ضمتان هنا تصبح بون. إذا حليب. ثم هنا كسرة حصان حصان. ثم هنا حقنة. ثم ضمتان هنا تصبح حقنة. ثم قلنا في الكلمة الأخيرة عبارة عن ماذا؟ عبارة عن حل حلوى. إذن قطع حلوى. الصور الموالية، الصورة الموالية ماذا تمثل؟ تمثل حقيبة. إنها حقيبة. ثم الصورة الأخرى ماذا تمثل هذه الصورة؟ تمثل حبلا. إذن فهو حبل حبل حبل. الصورة الموالية ماذا ترون فيها؟ نرى فيها حافلة. إذا فهي حافلة. إذا لاحظوا هنا هذه الكلمات قلنا فهي جميعها تحتوي على حرف الحاء. إذا قلنا حقيبة ثم هنا ضمتان ثم هنا ب ثم ضمتان كذلك. إذا قلنا هنا في الصورة الأولى حقيبة ثم في الصورة الثانية حبل ثم ح في ل تن. إذا حافلة حافلة. ثم نأتي إلى هنا ح الحاء زائد الألف ح ح ح ح ح في ل تن حافلة. ثم هنا حو 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 حو. ثم ماذا؟ حوت. ثم هنا حي الحاء زائد الياء تعطينا حي حي. ثم الكلمة الأخيرة ن حي فون نحيفون نحيفون. الصورة الموالية ماذا تلاحظون في هذه الصورة؟ هذا عبارة عن ماذا؟ حزام حزام حزام. ثم هذه الصورة سبق أن رأيناها من يتذكر. إذن فهذا عبارة عن ماذا؟ عبارة عن حوض. إنه حوض حوض. ثم هذه الصورة حوت حوت حوت. ثم في الصورة الأخيرة ماذا؟
هذه حمامة، حمامة، حمامة. إذا قلنا حي زا مون، حزامون، حزامون، ثم هنا ح سكون هو ضن، حوض، حوض، ثم هنا حوت، حوت. ثم الكلمة الأخيرة عبارة عن ماذا؟ أمامة، إذا حمامة. إذا قلنا حزام، حوض، حوت، ثم حمامة. إذا إلى هنا نصل إلى نهاية هذا الدرس، أتمنى أن تكونوا قد تعرفتم على حرف الحاء وتذكرتموه جيدا. دمتم في رعاية الله، ولا تنسوا الاشتراك في القناة ودعمنا بلايك وتفعيل زر الجرس حتى تستمر القناة. شكرا لكم، وإلى اللقاء في درس جديد.